Diwan FM 91.2. فاقس والتي تعد بحق لبنة في طريق تأسيس جديد لعمادة قوية وناجعة وممثلة لعموم المهندسين في جمهورية تونسية. دار كما هذه هذا الفضاء الرحب والجميل باش يعطي إضافة كبيرة لعمل الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين فاقس من خلال قدرته على استيعاب عدد أكبر من المهندسين، من خلال قدرته على استضافة مختلف مجموعات المهندسين والفروع الهندسية الموجودة في صفاقس باش تعقد اجتماعاتها وندواتها وورشاتها وورشات العمل نتاعها والدورات التكوينية باش تقوم تنظيمها الهيئة الجهوية للعمادة، وكذلك من خلال قدرة هذا الفضاء أنه يكون كذلك معناها مقر لكل ما هو نشاطات اجتماعية ذات بعد اجتماعي إنساني ترفيهي، حتى معناها يتوجه يتجاوز الأشخاص المهندسين لعائلاتهم، وبالتالي معناها باش تكون إن شاء الله دار المهندس يعني نقطة إشعاع على عموم المهندسين في ولاية صفاقس. هي فكرة قديمة جديدة، معنا حلمنا بها شوية في السابق ولكن دخلنا عمليا في تفعيلها مباشرة أيام الانتخاب. تقريبا أعلننا على الفكرة في أيام تاع كيبين تاتش اللي صارت في آخر مارس 2016، كونه نحن بصدد البحث على مقر يجمع المهندسين. الهدف نتاعه أساسا هو يكون فضاء علمي ثقافي إداري في الخدمات الإدارية تاع المهندسين، يوحد جميع الجمعيات الهندسية سواء العمادة أو شبكة المهندسين التونسيين أو خريجي معنا نسميهم إيد إينيس اللي هم بطبيعتهم الجمعية الثالثة في الولاية على مستوى المهندسين. والفضاء هذايا عنده العديد من الأهداف. الهدف الأول هو التجميع، تجميع المهندسين يكون عندهم فضاء يجمعوا يلتقوا فيه، اللي هذايا الفضاء مفقود من غير دار المهندس. دار المهندس هو نعتبره معنا إنجاز مهم جدا في قطاع الهندسة بصفة عامة، اللي لم يشمل مهندسين حاجة، حتى معناها تكون عندنا كمهندسين معناها إمكانيات معناها أنه ندفعوا بالقطاع هذايا، أنه تكون عندنا معناها قوة اقتراح لتطوير معناها القطاع هذايا. هذه أهم حاجة نتصور معناها الدار هذه اللي مش تجمع المهندسين الكل وتجمعنا خاصة على كلمة واحدة في سبيل معناها تطوير القطاع.